مفاجأة من هيئة البريد لكل المصريين، لأنك دلوقتي تقدر تعمل حساب توفير وتختار العائد ودورية الصرف اللي تناسبك. فيا ترى إيه تفاصيل الحسابات الجديدة والعائد عليها كام؟ الهيئة المصرية للبريد أعلنت عن طرح حسابات توفير جديدة بعوائد مختلفة. أول حساب العائد عليه ربع سنوي، يعني كل 3 شهور بعائد 6.5%، يعني 100,000 جنيه هتجيب لك كل 3 شهور 1625 جنيه. أما تاني حساب توفير فدورية صرف العائد عليه كل شهر وبسعر فايدة 6% سنويا، وفي الحالة دي 100,000 جنيه هتجيب لك في الشهر 500 جنيه. وفي نفس الوقت هيئة البريد مستمرة في تقديم حساب التوفير بعائد سنوي وبسعر فايدة 7% سنويا، يعني 100,000 جنيه هتجيب لك في السنة 7,000 جنيه. والحد الأدنى لفتح حساب التوفير بعائد سنوي هو 100 جنيه للأفراد و 1000 جنيه للشركات، والحد الأقصى 10 مليون جنيه للشركات والأفراد. وتعليقا على إطلاق أحدث حسابي توفير في البريد، قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة إن الموافقة على طرح حساب توفير بعائد ربع سنوي وشهري تعتبر خطوة من البريد لتقديم أفضل الخدمات المالية للمواطنين، وإضافة قوية للخدمات المالية الموجودة في البريد بالفعل زي حساب التوفير بعائد سنوي. كمان اتكلم عن نجاح البريد في إطلاق مجموعة من الحلول التكنولوجية والخدمات المالية الفترة اللي فاتت، ومن بينها خدمة يلا سوبر أب، أول سوبر أب في الشرق الأوسط، وإطلاق حساب فضي للمعاشات. وخدمة يلا سوبر أب بتسمح للمستخدم بتحويل واستقبال الأموال للأفراد والتجار، وتوفير العروض والخصومات على مختلف العلامات التجارية والمطاعم المتعاقد معها التطبيق. كمان بيوفر خدمة شراء المنتجات بمختلف أنواعها والحصول على أنواع التأمين زي التأمين الصحي وحجز تذاكر المواصلات والسفر بين المحافظات. وأخيراً تحديد أماكن ماكينات الصراف الآلي وفروع البريد والخدمات الحكومية وخدمات التعليم والإسكان. وبرضه اجتمع رئيس البريد مع إدارة الهيئة لمناقشة أنظمة التأمين في معاملات العملاء المالية على حساباتهم عن طريق تفعيل خاصية OTP، والخاصية هدفها إرسال رسائل نصية للعملاء لتبلغهم بإتمام عمليات الشراء من خلال بطاقات البريد الإلكترونية بجميع أنواعها، سواء في نقاط البيع أو الشراء أونلاين من المواقع. وطبعا ده بيعرف العملاء حركة الحساب وعمليات الشراء على بطاقاتهم بشكل فوري. كمان وفرت هيئة البريد خاصية إرسال رسائل نصية للعملاء تبلغهم فيها بعمليات السحب والإيداع وتحويل الأموال من الـ ATM ونقاط البيع وعمليات الشراء. لو بتفكر تفتح حساب توفير ولا لا، خلينا نوضح ان حساب التوفير هيكون حل مناسب لو معاك مبلغ ممكن تحتاجه في اي لحظة، بس برضو عاوزه يجيب عائد وما يفضلش مركون جنبك، لانك ببساطة هتاخد فوائد عليه وتقدر تسحبه في الوقت اللي تحتاجه من غير غرامات. وفي النهاية حابين نعرف رأيكم في حسابات التوفير بالبريد المصري، وشايفين العائد عليها مناسب ولا لا؟